فتوج فريق لاتزيو بلقب كاس السوبر الايطالي بعد فوزه على فريق يوفنتوس بنتيجه 3-1 في المباراه اللي جمعت الفريقين امبارح على ملعب جامعه الملك سعود بالعاصمه السعوديه الرياض. تقدم لاتزيو بهدف عن طريق لويس البرتو في الدقيقه 16 وتعادل ديبالا في الدقيقه 45، وفي الشوط الثاني سجل قائد النسور لوليتش هدف الحسم في الدقيقه 73، واضاف دانييلو كانتاندي الهدف الثالث من ركله حره في الدقيقه 95 بعد ما كان في طرد حصل للاعب يوفنتوس علشان يمنح لاتزيو لقب السوبر الخامس في تاريخه. وعادل لاتزيو عدد القاب الانتر بخمس القاب لكل منهما، وجه ترتيب الاكثر تتويجا بالسوبر كالتالي: يوفنتوس بثمان القاب، ميلان بسبع القاب، والانتر ولاتزيو بخمس القاب، وروما ونابولي بلقبين، وسامبدوريا وبارما وفيورنتينا بلقب واحد. وحقق لاتزيو لقبه الاول في عام 98، ثم أضاف الثاني في 2000، ورفع الكأس للمرة الثالثة في 2009، وأضاف الرابع في 2017، وأخيرا لقب الخامس كان في هذا العام في عام 2019. مباراة طبعا كانت مهمة، أقيمت للسنة الثانية على التوالي في المملكة العربية السعودية، وخاض يوفنتوس مباراة كأس السوبر باعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي الكاتشيو، فيما توج لاتزيو بطلا لمسابقة الكاس. من ناحية تانية بقى، انفرد الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس بصدارة هدافي السوبر الإيطالي عبر التاريخ بعد ما سجل هدف فريقه الوحيد ضد فريق لاتزيو، ورفع ديبالا رصيده لأربع أهداف في تاريخ كاس السوبر علشان يكون بينفرد بصدارة هدافي المسابقة بعدما تفوق على كل من ديل بيرو وسامويل أتو وأيضا شيفشينكو وكارلوس ديفاز أصحاب الثلاث أهداف في البطولة. هنيئا لباولو ديبالا، ولكن اكيد الف مبروك لكل جماهير لاتزيو، ولكن بيبقى اكيد جماهير يوفنتوس حول العالم ممكن يكونوا منتظرين كانوا هذه البطوله انهم يقدروا يحققوها.